السلام عليكم الإخوان، اليوم جبنا لكم معلومة جديدة على التوارق 2022. ديما الجديد الحمد لله. ما تبخلوش علينا باللايك والكومنتير، واشتركوا عنا في القناة والبارتاج الخوت باش ديما نلوحو لكم الجديد. اللهم يسر. اليوم غادي نعطيكم واحد المعلومة على التوارق 2022، على لي بورت فيزيبل فين كاينة ديالها. بورت فيزيبل ديال التوارق 2022 راه حولوها، ما بقاتش في البلاصه ديالها. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير وغادي تكتشفوا. ها هي التوارق زوين، اللهم بارك. لي زوبسيون زادوا فيها لي زوبسيون. بالنسبه للبورت فيزيبل، البورت فيزيبل راه كتكون عندها وحده في الكوفر اللور، في الكوفر في الكوش، في الجهه الكوش في الكوفر، وكتكون وحده هنايا القدام عند الرجلين، كتكون في هذه البلاصه هذه. انا غادي نحلها وغادي نكتشفوا، غادي نكتشفوا هذا البورت فيزيبل هذه اللي حولوا لهذه البلاصه. فعلا داروا في هذه البلاصه قليل عارفها، ضروري تحل الفيس وتحيد هذيك البلاستيكة، عاد كتلقى البورت فيزيبل لتحت. انا حليت الفيس، انا نحيد البلاستيكه. البلاستيكه راه كتهزوها ديريكت، ما عندهاش شي لاغراف، عندها واحد الفلان من تحت. ها هي البورت فيزيبل مغطيه بالطابيه، هما راه فيها كاع الفيزيبلات تقريبا كاع الفيزيبلات فيها. وكاينين شي وحدين اخرين في الكوفر، واحد البورت فيزيبل اخرى في الكوفر. المهم هذه ضروري تعرفوها فين كاينه، ضروري. هذه فيها الفيزيبل ديال السيكار، ديال البوست، ديال الطوله كابين، لي زاكسيسوار. المهم ضروري تعرفوا هذا البورت فيزيبل هادي. ايوا حنا غادي نردوا البلاستيكه كما كانت، اللهم يسر. ايوا الاخوان، الى استفدتوا بمعلومه ما تدخلوش علينا بالاشتراكات ولي لايك ولي كومونتير، وبارطاجيو الخوت، بارطاجيو باش ديما نلوحو لكم الجديد.